من وجهة نظر المتواضع أن فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي هو حسنة من حسنات هذا الدهر، علامة فارقة في دولة التلاوة المصرية، وعلى الرغم من أن سنه توفى وهو عنده 49 سنة إلا أنه ترك تلاوات شيوخ عاشوا أكتر منه بكتير ما سابوش هذا الكم الكبير من التلاوات، واللي بالمناسبة كانت تلاوات متنوعة ما فيش تلاوة منها زي التانية، وده ما يطلق عليه بركة العمر. خلينا نعرف على رحلة أو نتعرف أكتر على رحلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. معانا على التليفون الأستاذ علاء المنشاوي، حفيد الشيخ محمد صديق المنشاوي. أستاذ علاء صباح الخير عليك وكل سنة وأنت طيب. صباح الخير يا أستاذ محمد، كل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير يا دكتورة منى، كل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك طيب بصحة وسلامة يا رب. في ذكرى رحيل القارئ محمد صديق المنشاوي، كيف تحيي العائلة هذه الذكرى؟ والله دايما العائلة بتقعد ذكرى، طبعا بتختم القرآن، بنعمل ختمة قرآنية لإحياء ذكرى الجد يعني، وطبعا دي أقل حاجة يعني، هو حسناته جارية في العالم الإسلامي كله من خلال قراءاته اللي مالية العالم. صحيح. وبالمناسبة دي كمان النهاردة إذاعة القرآن الكريم، أنا بحيي طبعا رئيسها الدكتور رضا عبد السلام، عامل النهاردة يوم حافل جدا يعني، في كله تقريبا للشيخ محمد صديق المنشاوي، من الساعة 8 الصبح بعد 10 دقائق من دلوقتي هتبدأ حفلات نادرة لغاية المساء حتى الثانية عشر. طيب بالنسبة لمقتنيات الشيخ والقراءات النادرة اللي كان بيقرأها، هل في مكان معين متشال فيها أو عندكم مكتبة منها بالإضافة للأماكن اللي هي موجودة بالفعل، سواء بقى كانت في الإذاعة المصرية أو غيرها؟ والله أغلبها طلع خلاص بقى موجود على الإنترنت يا دكتور، كله دلوقتي موجود على الإنترنت، مفيش حاجة مخلينها خالص، كله لسماع الناس والأذانهم وكله موجود، ومكتبة الإذاعة مليانة بالقراءات دايما الجديدة، اللي لما بتيجي مناسبة زي ذكرى وفاته أو ذكرى ميلاده بيطلعوا حاجة منها، ونتمنى المزيد برضه. طيب أستاذ علاء، أنا يعني من صوت حضرتك يعني من سننا كده يعني في بداية الأربعينات يعني أنا ما يعني أكيد ما حضرتش فضيلة الشيخ. لا طبعا، كلها انا ما حضرتوش طبعا، كلها بنسمع عنه حكايات من الاعمام احنا بقى عايزين نسمع احنا الحكايات دي من الوالد من الاعمام. والله هو بصوا، انا رحله الشيخ محمد كلها ان الجد الشيخ صديق الكبير هو طبعا اللي علمه القراءات، لان هو كان ملك القراءات. الشيخ صديق الكبير كان معروف في الصعيد عندنا ان هو ملك القراءات، كان ليه شقيقه كمان كان بيقرا، شقيق الشيخ صديق. الشيخ محمود على فكره جدي هو جدي ابو الوالده يعني، الشيخ محمد ابو الوالد، الشيخ محمود صديق المنشاوي ابو الوالده. طيب ده انت عندك قصص وحكايات كتيره يعني. تمام. فهو اتعلم القران على ايد الشيخ صديق المنشاوي اللي هو الوالد، واكمل حفظه في القاهره هنا، واحكام والتجويد تعلمهم هنا في القاهره، وبعد كده استمر بقى في حياته لغايه ما تعين قارئ في مسجد الزمالك، يعني كان هو قارئ الصوره في مسجد الزمالك. بعد كده هو القارئ الوحيد اللي انتقلت له الاذاعه المصريه المكان، لان هو ما كانش حابب ان هو ينضم للاذاعه، لكن الاذاعه نفسها انتقلت له للمكان اللي هو فيه، كان في احدى ليالي هنا. هل حكوا لك ليه ما كانش عايز ينضم للاذاعه؟ هو كان مش حابب الاضواء او مش حابب الشهره، ما كانش حابب ان هو يروح للأضواء والشهرة يعني. كان حبه للقرآن وقراءته، إن هو كانت هي دي حياته، ما كانش دايما بيسعى للشهرة أو إن هو يسعى إن هو يروح للأضواء يعني. فربنا كرمه والإذاعة هي اللي انتقلت، راحت له اللجنة لحد مكانه، لحد مكانه فعلا. وبعد كده عرفوا العالم الإسلامي كله. طيب لما نيجي نتكلم بقى عن أحفاد فضيلة الشيخ، يعني هو عنده أحفاد عددهم قد إيه، ومين فيكم اللي بيقرأ القرآن وبيقدر يتلو زي فضيلة الشيخ؟ لا هو بسم الله ما شاء الله كتير يعني، لأن هم ليه من الأولاد 6 أولاد و6 بنات، فأنا مش هعرف أحصر عددهم دلوقتي. بس في منهم طبعا حافظ للقرآن الكريم كتير، بس ما حدش طلع يعني مقرئ كالجد يعني، محدش خد الهوايه الجميله دي يعني، ان هو يطلع للاسف يعني، ان هو يطلع مقرئ زيه. طيب اتفضل اتفضل يا استاذ محمد. طيب يعني كقراءات احنا بنشوف وبنتابع وقرانا الاخبار اللي بتنزل عن قراءاته، وبنسمع كمان القراءات والمسجله في اذاعه القران الكريم والموجوده على الانترنت، لكن حياه الشيخ محمد صديق المنشاوي،
احكي لنا اكتر عنه. هو حياته كان حياة الأب كما يعني حكى لي الوالد عليه رحمة الله، كان الأب الحنون الطيب اللي بيعملهم معاملة الإسلام، كان طيب على البنات وعلى الأولاد، كان دايما يحب القعدة الأسرية، يلتف حواليهم، كان بيعلمهم القرآن برضو وإن هو ده أهم حاجة إن هم يمشوا عليها. فكان كل سيرته ما بين الاولاد كلها سيره فيها طيبه وحنان وود، وان هم افتقدوه لان هو توفى عليه رحمه الله صغيرا يعني. فما حدش يبع منه يعني. طيب الشيخ اصيب بدوالي المريء وده ما منعوش ان هو يكمل في القراءه وهو يكمل في تلاوه القران الكريم، ولم يتوقف بالعكس عن رحلاته كمان الخارجيه، لدرجه ان كانت الناس بتقول ان هو المكان اللي بيزوره بتنزل عليه الرحمات يعني في الوقت ده. لو تقول لنا هو ازاي كان حريص على القصه دي وقد ايه هو سافر علشان يعني يقرا القران في اماكن مختلفه. هو الشيخ محمد صديق المشاوي ما كانش في حاجه تمنعه عن قراءه القران، حتى كان اتحكى لي ان هو في احدى الليالي النور قطع عليه، تمام، صمم ان هو يكمل تام بصوته بدون اي مايكات ولا ساوند ولا اي حاجه، يكمل الليله بصوته بس، تمام. بعد ما اصيب عليه رحمه الله بدوالي المريء برضه صمم على القراءه، تمام، سواء في الدول العربيه بره سواء هنا في مصر، ورفض ان هو ينقطع عن قراءه القران نهائيا، تمام، والى ان توفاه الله. ودي يعني علي رحمة الله. طبعا هنتكلم معاك طبعا بالتفاصيل عن لحظة وفاته ولحظة إعلان الوفاة وإزاي كان في حالة من الحزن الشديد في مصر كلها مش في الأسرة بس، لكن رحمة الله عليه ربنا أراد أنه يظل ذكره باقي كعام يعني كفاعل خير في شارع في طنطا، وأكيد حضرتك عارف القصة دي، اسمه شارع المنشاوي. الشارع ده في مستشفى المنشاوي، في معهد المنشاوي، في حاجات كتيرة قوي مش بتاعته، مش هو اللي عملها، دي كانت بتاعه تشابه اسماء فقط مع حد اسمه مش عارف اسمه حاجه المنشاوي يعني، لكن لكن ربنا اراد ان ذكره يكون باقي في شارع من شوارع جمهوريه مصر العربيه، والناس كل لما تعدي تترحم عليه. لكن ده ما يمنعش ان هو كان رجل خير، فاكيد في حكايات انت تعرفها برضو عن ما كان يقوم به الشيخ، عن من معارف الشيخ او كده. هو تكمله لكلام حضرتك يا استاذ محمد، لسه كان في محور منفلوط برضو تمام متسمي بمحور الشيخ محمد صديق المنشاوي، ده محور في اسيوط لسه برضو تخليدا لذكراه، كان لسه الشهر اللي فات تمام. بينما هو الشيخ محمد كان طيب يعني، فهو كان متواضع جدا مع الناس يعني، ما كانش يعني يرفض لحد طلب، كان كل يعني يذكر انه في احدى المرات كان مستقل القطار، تمام، وفي واحده سيده ومعاها زوجها، تمام، فسامحهم بيتكلموا يعني بيقولوا لو ربنا كرمنا انت يعني الست بتقول لزوجها يعني لو ربنا انت قلت لو ربنا كرمنا بالولد هتجيب الشيخ محمد صديق المنشاوي. هو كان قاعد جنبهم يحيى الليله، كان قاعد جنبهم، تمام، فقال لهم سمعهم فقال لهم اعتبروه خلاص انا هقول له او يعني اعتبروه موجود في الليل، ففوجئوا ان هو اللي داخل عليهم. ما كانوش عارفين شكله يعني، ما كانوش عارفين شكله طبعا، ما كانش في ميديا او اي حاجه، تمام، بس ما حدش ان هو يعني يكسر بخاطرهم او ان هو يكلفهم شيء، فان هو راح الليله دي واحيا لهم ليله عشان خاطر النادر اللي كان نادره ابو الولد ده. فكان في منتهى الطيبه، ما يقدرش يعني ما يرفضش لاي حد طلب، لا يرد يعني سائل ابدا يعني. وعشان كده لحظة وفاته كانت لحظة صعبة على جموع الشعب المصري كله. لما لحظة وفاته أنا حتى لسه جاي لي النهاردة بمناسبة ذكرى النعيب اللي هو كان نازل في الجورنال. في الجورنال ساعتها كان من ضمنهم الشيخ مصطفى إسماعيل عليه رحمة الله، كان بينعي الأخ والصديق والقارئ خادم القرآن الكريم كما كان خادم القرآن الكريم طبعا، وكان يعني جميع القراء افتقدوه ساعتها يعني، كانت لحظة مؤثرة طبعا. رحمة الله على الشيخ محمد صديق المنشاوي، كل شكر ليك علاء المنشاوي حفيد الشيخ محمد صديق المنشاوي.